بعد انتصار روسيا في معركة باخموت، فجأة ظهرت دبابات من داخل الأراضي الأوكرانية واقتحمت مدناً أو إحدى المدن الروسية، وبدأت الاشتباكات والاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة على الأقل التي نتحدث عنها بين القوات الروسية وبين هذه الدبابات التي دخلت واشتبكت مباشرة مع هذه القوات الروسية. طبعاً العديد من المصادر الحكومية وحتى المصادر الصحفية الروسية وأيضا المصادر الأوكرانية تحدثت عن هذه المسألة وأكدت أن هنالك عملية اقتحام للأراضي الروسية وهنالك اشتباكات ووضع خطير للغاية يجري في الداخل الروسي. كانت هنالك أيضا لقطات مصورة للحظات الأولى لعملية الاقتحام التي بدأت صباحا هذا اليوم، وهذه طبعا قادمة من صورة لتصوير لطائرة درون أوكرانية وهي تصور إحدى الدبابات وهي تتقدم في هذه المنطقة. قد لا تكون واضحة جدا هذه الصورة، ولكننا إذا ما لاحظنا الآن هذه الصورة المقربة لطبيعة الدبابة التي تتقدم فهي واضح جدا بأنها قد اقتحمت هذه النقطة التي تم الحديث عنها بين الأوساط الروسية والأوساط الأوكرانية بأنها نقطة حدودية في داخل الأراضي الروسية، ومنها بدأ التغلغل والتوغل لهذه الدبابات مباشرة في الداخل الروسي. وكانت هنالك أيضا لقطات للحظات الأولى للدبابات ودبابات تحمل العلم الأوكراني كما تلاحظون، وهي تتجه مباشرة إلى هذه النقطة الحدودية التي تم الحديث عنها بأنها منطقة ومدينة أو إحدى المدن التابعة إلى بيلغورد الروسية وهي غراي فورون. وطبعا غراي فورون إحدى المناطق الحدودية الملاصقة للحدود مع أوكرانيا، وإذا ما حاولنا أن نأخذ علامات من هذه المنطقة واضح جدا بأننا أمام مباني باللون الأبيض، طبعا مبنى بهذا الشكل مبنى آخر مميز، من السهل تحديد هذا الموقع طبعا على الحدود، وهذه هي الدبابة التي تتقدم بهذا الاتجاه على الأقل من هذا المقطع المصور من طائرة الدرون الأوكرانية. وبالتالي طبعا على هذا الأساس إذا ما اتجهنا إلى بيلغورد وتحديدا إلى غراي فورون هذه المنطقة المهمة التي تجري فيها الاشتباكات، سنجد بأن هنا بيلغورد إلى اليمين، وسنتقرب وسنقترب من غراي فورون كما تلاحظون، والنقطة الحدودية التي تأتي مبانيها باللون الأبيض هي هنا التي نقترب منها الآن كما تلاحظون. ودعونا نقترب من المباني التي تعتبر المبنيين أول مبنيين موجودة في هذه النقطة الحدودية، نتجه إلى الشمال قليلا. ها أنت أمام نفس المنظر الذي ظهر أمامنا والتي طبعا من خلالها تمكنت الدبابة من عملية التقدم، هذه هي نفس المباني بالضبط، ليس هنالك شيئا مختلفا، وبالتالي الدبابة كانت هنا وتقتحم هذه المنطقة، وبالتالي كل شيء مؤكد وأصبحت الأمور مؤكدة بأننا فعلا أمام اقتحام للدبابات قادمة بهذا الاتجاه. وأيضا كانت هنالك ردة فعل روسية سريعة على هذه المنطقة تحديدا الحدودية عندما دخلتها هذه الدبابات وهذه القوات قادمة من الأراضي الأوكرانية بنفس هذا المنظر، بتصوير أيضا من طائرة مسيرة أوكرانية جاءت طبعا الضربات الروسية العنيفة تجاه هذه القوات التي تقدمت بهذا الاتجاه. ولكن طبعا الأمور لم تتغير، استمرت هذه القوات بالتقدم بشكل أخطر وأصبحت خطيرة للغاية في هذه المنطقة. وكما تلاحظون هنالك لقطات أخرى ومقاطع أخرى للمدرعات وهي تدخل إلى هذه المنطقة بهذا الشكل، بل إن هنالك سيطرة على عدد من الطرق الموجودة في تلك المدينة للجنود التابعين لهذه القوة التي تحمل العلم الأوكراني. وطبعا هذه لقطات من المواطنين الموجودين في غراي فورون وفي بيلغورد بشكل عام وهم يغادرون بالحافلات هذه المناطق، ودخلت هذه المناطق في انذار كبير للغاية وساعات طويلة من المعارك في هذه المنطقة طبعا. وهذه المنطقة هي ليست منطقة عادية، قد تعتبرها منطقة حدودية بعيدة أو غيرها، لكنها منطقة خطيرة، هنالك نقاط حساسة قريبة من هذه النقطة. وطبعا هذه النقطة الحدودية التي تحدثنا عنها إذا ما ابتعدنا قليلا فإن هنالك منطقة ليست بالبعيدة أبدا وهي منطقة يطلقون عليها غلوتش مينو التي ترونها هنا، هذه هي المنطقة التي ترونها غلوتش مينو التي نتحدث عنها. إلى غربها ستجد بأنك أمام نقطة مميزة للغاية، هذه المنطقة هي المنطقة التي تخزن فيها روسيا رؤوسا حربية نووية في هذه المنطقة، ليست نقطة انطلاق وإنما لتخزين الرؤوس الحربية النووية هنا بهذا الاتجاه، ليست بعيدة أبدا من هذه التحركات التي نتحدث عنها. بالتالي كل شيء خطر
حاكم بيلغورد أكد بأن قوات مكافحة الإرهاب والقوات الروسية قد تقدمت بسرعة لهذه المنطقة من أجل الدفاع من المزيد من المكاسب، من أجل دحر هذه القوات التي تقدمت تجاه هذه المنطقة الخطيرة. والسؤال هنا، من هي هذه القوات؟ لم نذكر بأنها قوات أوكرانية، لكنها دبابات تحمل العلم الأوكراني، وذلك لحقيقة قد تأكدت بإعلان من جماعة يطلق عليها فيلق حرية روسيا، التي ترونها بهذا الشكل على قناتهم على التليجرام بهذا الشكل الخاص، تحدثوا عن مسؤوليتهم عن هذه العملية وعن اقتحامهم للأراضي الروسية. وطبعا هذا هو شعارهم الخاص، وهذا هو العلم الخاص بهم الذي يمثل علم روسيا البديل للعلم الروسي الحالي. هم ضد بوتين، هم معارضين لبوتين، تحولوا إلى مسلحين وإلى فيلق، تصل أعدادهم بحسب عدد من التقارير إلى أكثر، إلى المئات أو حتى أكثر من المئات، وبأن هذه القوات أساسا قد تشكلت عند بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، وبالتالي هم بدأوا يتدربون وغيرها وتهيئوا، بل إنهم كانوا من القوات المهمة للغاية في مدينة باخموت. لاحظ، هذه مسألة مهمة للغاية، أن العملية التي نتحدث عنها والدخول إلى داخل روسيا بهذه الطريقة هي تأتي بعد يوم واحد أو يوم ونصف فقط من إعلان مباشر وواضح وانتصار روسي، وتحديدا من قبل قوات فاغنر بالسيطرة بالكامل على مدينة باخموت. وهذه القوات أساسا كما تحدثنا أساس عملها كان في إقليم دونباس وفي باخموت، ويبدو بأنها تطورت كثيرا وبدأت تنفذ مثل هذه العمليات، ولكنها تأتي بعد ساعات فقط من الإعلان الذي جاء طبعا في باخموت، وقامت بهذه العملية التي نتحدث عنها. وطبعا بالنسبة لباخموت تغيرت الأمور وانتهت بمصلحة فاغنر بعد ليلتين من الضربات بالذخائر الحارقة التي ترونها بهذا الشكل. المدينة دمرت بالكامل، المدينة تبدو بهذا الشكل كما ترونها، مدينة باخموت لم تعد هنالك ولم يعد هنالك داعي للبقاء بالنسبة للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة، ولكن قوات فاغنر سيطرت بالكامل على هذه المنطقة. مع ذلك الأمور لم تنتهي بالنسبة للقوات الأوكرانية، لا أبدا، فلا زالت القيادات الأوكرانية العسكرية تتحدث بأنهم يخططون لإحاطة مدينة باخموت من أجل تحريرها أو إعادة السيطرة عليها من قوات فاغنر والقوات الروسية وإلحاق الهزيمة بهم. المعركة لم تنتهي كما تلاحظ هنا من هذه الخارطة، فإنك ستلاحظ بشكل واضح هذه المنطقة هي عبارة عن نقاط السيطرة أو سيطرة على باخموت كاملة من قبل قوات فاغنر كما تلاحظون هنا في الوسط، ولكن النقاط الزرقاء توضح بأن قوات الأوكرانية تعمل بشكل مكثف إلى المنطقة الشمالية من باخموت بشكل مكثف من أجل محاولة السيطرة على هذه المنطقة. وطبعا النقطة الشمالية هي النقطة نوعا ما الأضعف في عملية الهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الأوكرانية في هذه المنطقة تحديدا، فهي تحاول على سبيل المثال السيطرة على هذه المرتفعات. هذه المرتفعات بالنسبة للقوات الروسية تعلم تماما بأن يجب عليها أن تبقى مسيطرة على هذه المرتفعات لكي تبقي هذه القوات الأوكرانية بعيدة من التقدم والسيطرة على المنطقة، وكذلك تعلم القوات الروسية أن برخيفكا وياهدنا هي مناطق رئيسية ومهمة بالنسبة لهم، وإن فقدوها وتمكنت على سبيل المثال القوات الأوكرانية السيطرة على المرتفعات ومن ثم برخيفكا وياهدنا، فهذا يعني بأن الإحاطة قد تحققت وأن قوات فاغنر فجأة أصبحت في مشكلة حقيقية، وبأن عليها الانسحاب مباشرة من هذه المنطقة قبل أن تغلق الطرق عليها. وكذلك على المستوى الجنوبي، فإن القوات الأوكرانية بنفس الطريقة تحاول عملية التقدم وتقترب شيئا فشيئا من كليتشيفكا لضرب طبعا هذا الجناح الجنوبي، وتحاول السيطرة على كليتشيفكا والتقدم طبعا إلى أوبتينا والسيطرة على هذا الطريق، ومن ثم الإحاطة بهذا الشكل، إحاطة من الشمال، إحاطة من الجنوب، وإبعاد قوات فاغنر وإجبارها على عملية الانسحاب. هذه الخطة التي تتحدث عنها طبعا القوات الأوكرانية، وهنالك تقدم ملموس يأتي تجاه كليتشيفكا تحديدا. دعونا نتجه إلى شاشتنا الكبيرة لنلقي نظرة على لقطات قادمة من القوات الأوكرانية لمنطقة ليست بالبعيدة أبدا من كليتشيفكا، لنلقي نظرة على هذه اللقطات التي نشرت طبعا اليوم كما تلاحظون لهذه الدبابات الروسية
وهي تتعرض إلى عملية استهداف من قبل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. المنطقة شكلها مميز، الأرض مميزة طبعا، ولكن هذه هي الخسائر التي تعرضت لها، يعني دبابة واحدة هي التي صورت، وطبعا عدد من الدبابات الأخرى. المنطقة قريبة وفيها اشتباكات كثيرة. لنلقي نظرة على هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، هل هي فعلا في كليتشيفكا تأتي بهذا الاتجاه؟ طبعا عندما نتجه إلى الصورة الخاصة بهذا الموقع أو بهذه المنطقة، الصورة مميزة، لا تحتاج إلى الكثير من الإشارات، كل شيء واضح من هذا الطريق ومن شكل المنطقة طبعا، وبالتالي كل شيء واضح لهذه المساحة. بما أن هذه المساحة مميزة، دعونا نتجه إلى كليتشيفكا تحديدا، هذه باخموت، نتجه إلى كليتشيفكا، إلى غرب كليتشيفكا على مسافة ما يقارب 2.2 كيلومترا. ستجد نفس العلامات ونفس شكل هذه المنطقة، خاصة أن اتجهت إلى اليمين قليلا بهذا الشكل، ستجد بأنك أمام نفس اللقطة تماما للموقع الذي طبعا استهدفت فيه هذه الدبابة الروسية، على الأقل مما عرضناه لكم اليوم. وطبعا على هذا الأساس هذه العملية كلها تجري هنا، أي أنهم ليسوا بالبعيدين من الوصول إلى كليتشيفكا 2.2 أو 2 كيلومتر فقط للوصول إلى هذه المنطقة، بل الوصول إلى المرتفعات المطلة على كليتشيفكا، وبالتالي السيطرة ناريا على المنطقة وإسقاطها ناريا، بالتالي لن يحتاجوا إلى الكثير من القتال. القوات الروسية ستكون مضطرة لعملية الانسحاب من هذه المنطقة. المسألة ليست بالسهلة أبدا بالنسبة لي طبعا القوات الروسية في عملية الدفاع عن هذه المنطقة، بالتالي ممكن أن تنقلب الأمور بسرعة، ولكن هنالك روسية كبيرة بعد الانتصار الذي جاء طبعا في باخموت. مع ذلك بعد السيطرة على باخموت من قبل قوات فاغنر، فإن القوات الأوكرانية الآن تهاجم بعنف كبير للغاية باستخدام هذه الصواريخ، هذا النوع من الصواريخ وهو صواريخ ستورم شادو، الذي طبعا يعتبر من صواريخ بعيدة المدى الذي زودت بريطانيا أوكرانيا به طبعا في الفترة الأخيرة، وكذلك تستخدم أوكرانيا أهدافا مهمة للغاية بضربها بصواريخ الهايمرس الأمريكية، تضرب الخطوط الخلفية للقوات الروسية لكي تعد إلى الهجوم المضاد الذي لم يبدأ حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. فكانت هنالك انفجارات مثلا في خيرسون على سبيل المثال في 24 ساعة الماضية، انفجار آخر في دانييتسك في إحدى النقاط الخلفية والمستودعات الذخائر أو مستودعات الإمداد اللوجستية للخطوط الأمامية للقوات الروسية. وكذلك أيضا في نفس الوقت أن الحديث من قبل وكالة تاس الروسية أكدت أن الاستخدام واضح جدا للأوكرانيين بأنهم يستخدمون صواريخ ستورم شادو بشكل مكثف، وبأن إحدى النقاط التي ضربت هي بردانسك، وهذه المنطقة تأتي مطلة على بحر آزوف، وكانت هنالك صور قد نشرت لطبيعة الضربة التي جاءت، تبدو ضربة عادية عندما تلاحظ دخان عادي، ولكنها ضربة ليست بالعادية أبدا في بردانسك. من هذه الصور التي نشرت لهذه الضربة، هذه صورة أخرى لنقطة أخرى قد اشتعلت هنا في هذه المنطقة، واتضح بأن هذا هو عبارة عن معسكر خاص في بردانسك، معسكر للقوات الروسية تستخدمه بإطلاق المروحيات والطائرات لإسناد القوات الروسية التي تتواجه مع القوات الأوكرانية في زاباروجيا. ونشرت صور من قبل بلانيت كما تلاحظون، موقع بلانيت المهم للغاية، صور ووضح طبيعة آخر لقطة لهذا الموقع ولهذا المطار الموجود في بردانسك. يعني إذا اقتربنا على سبيل المثال ستجد بأنهم يتحدثون عن 17 مروحية عسكرية موجودة في هذه المنطقة. أيضا أشاروا إلى الميليتري تراكس، وهي شاحنات عسكرية أيضا كانت موجودة في هذه المنطقة، وبالتالي الضربة تضر بالقدرة الجوية الروسية على الأقل فيما هو متواجد في بردانسك. وطبعا كانت هنالك وكان هنالك توثيقا لمثل هذه الضربات التي تأتي على الخطوط الخلفية لروسيا على نقاط الذخيرة وغيرها، أو الطائرات أو الهليكوبترات المروحيات طبعا. وستلاحظ من هذه الضربات التي جمعت بهذا الشكل، ستلاحظ بأن تقريبا كثافة هذه الضربات هي تأتي في خيرسون وتأتي في زاباروجيا، وهذا يعطينا فكرة أخرى بأن وفكرة إضافية بأن واضح أن الأوكرانيين يخططون للتقدم إلى بحر آزوف، وكذلك أيضا إلى التقدم للوصول إلى شبه جزيرة القرم. وشبه جزيرة القرم هنالك تصريحات مهمة أمريكية قد صدرت بعد سيطرة قوات فاغنر على باخموت. طبعا التصريحات الأمريكية هي صادرة تحديدا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال بأن الأسلحة التي نرسلها للأوكرانيين
غير مسموح للأوكرانيين، واتفقنا مع الأوكرانيين أن لا يستخدمونها على الأراضي الروسية، ولكننا نعتبر شبه جزيرة القرم أرض أوكرانية وليست روسية. بمعنى آخر، تستطيعون استخدام الصواريخ التي تريدونها أيها الأوكرانيين، إن كانت الستروم شادو، الهايمرز، أو أي سلاح ممكن أن تريدون استخدامه، بل حتى طائرات F-16 التي يبدو بأنها أصبح واضحا جدا بأنها قادمة وفي طريقها إلى الأوكرانيين، وذلك من خلال تصريح قادم من المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية وهو يوري إغنات الذي ترونه أمامكم. صرح بهذا الشكل الواضح وقال بأننا سنتسلم كدفعة أولى من 12 إلى 18 طائرة من طائرات F-16 الأمريكية التي ستكون مهمة للغاية في الدفاع عن الأجواء طبعا الأوكرانية.